اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. يا صباح الامل، يا صباح الفل، يا صباح الياسمين. تعالوا مع بعض كده نعمل النهارده حاجه تدفينا في الشتاء اللي احنا فيه ده. طبعا عندنا سيول وبراكين وما اقولكوش الجو عامل ازاي، فلازم الجو ده عايزين حاجات تدفينا كده علشان المود يتظبط كده والدنيا تبقى تمام. هنعمل مع بعض ايه النهارده يا احلام؟ هنعمل مع بعض احلى واطعم سحلب ممكن تدوقيه في حياتك. كفايه ان انت عاملاه ضمنه جودته وضمنه مكون من ايه، وكفايه ان انت بس كده اللي عاملاه بايديك. تعالوا مع بعض كده نعمل اطعم والذ سحلب من ايدينا بمكونات موجوده في كل بيت. واستني قبل ما تكمل الفيديو ما ننساش لايك للفيديو واشتراك وتفعيل زر الجرس للقناه علشان يوصلكم منا كل جديد احنا بنعمله. تعالوا مع بعض كده نسمي الله ونشوف مكوناتنا. تعالوا مع بعض كده نقول المكونات الاساسي في بودره السحلب. معايا كوبايه من السكر المطحون ناعم، ومعايا كوبايه من لبن البودره، كوبايه من لبن البودره بتشتريه من عند العطار، ومعايا كوبايه من الدقيق الرز ممكن تشتريه من عند العطار مطحون جاهز وممكن تطحنيه في البيت زي ما انا عملت، ومعايا 5 معالق من النشا، معايا 5 معالق من النشا، معايا كوبايه جوز هند مبشوره ناعمه، معايا كوبايه جوز هند اللي هو البشر ده ناعم. ماشي كده خلاص، دي المكونات الاساسيه. معايا بقى هاخد من هنا على قد ما انا هحتاج سمسم، معايا سمسم. الاضافات بتاعتنا بقى زي ما انت عاوز، عندك مكسرات حطي، عندك زي عندي كده زبيب وفول وجوز هند زي ما انتم شايفين كده اللي هو العريض ده، ناس بتقول عليه فراشه وناس بتقول الجوز هند العريض زي ما بتسميها، بتجيبيه برده من عند العطار بنفس الوضع. هنقول لكم الاضافات ده هتحط امتى وازاي. نقول المكونات مع بعض تاني، بس الكلام ده بقى ايه واحنا بنحط المكونات بتاعتنا. هنحط مع بعض اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت لبن البودرة، وهحط معاكم دقيق الرز، وهنحط السكر اللي مطحون ناعم، وفي ناس بتحب تضيف رشة من الفانيليا، لو انت حابة تضيفي رشة من الفانيليا بتحب طعمها ضيفي، مش حابة بتكتفي بايه بجوز الهند معاكي اللي هو الناعم اللي بتضيفيه على البودرة نفسها اللي احنا بنعملها حاليا. تمام كده، معايا 5 معالق من النشا، مش كوباية نشا، مش كاملة كوباية، مش كاملة، معايا 5 معالق من النشا، وهنضيف كوباية صغيرة كده حوالي 3 معالق كبار من جوز الهند الناعم اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. تمام كده، تمام كده. تعالي بقى نحط السمسم زي ما احنا عاوزين، حط سمسم على قد ما تحبي وعلى قد ما انت عاوزه براحتك. يبقى دي البودره او بودره السحلب اللي بتشتريها، ودي اطعم واحسن بكتير، مكونات جميله جدا وموجوده في كل بيت وحاجه كده عظمه. شايفين الجمال؟ كل الامور كده واضحه قدامكم وجميله. انا بحب اضيف ايه بقى، الناس اللي ما بتحبش الزبيب براحتك خالص ممكن ما تضيفيش زبيب، بس انا بحب اضيف زبيب وبحب طعمه جدا جدا، والناس القريبين مني عارفين اصلا ان انا بعشق الزبيب. ضفتها بس كده بعزز الطعم، لو انت مش عايز تستخدم الخطوه دي براحتك. وهضيف كمان حبه من الفول اهو زي ما انتم شايفين، وحبه من جوز الهند اللي هو الاجنحه ده، وهقول لكم هنعمل بالباقي ايه. شايفين الجمال؟ حاجه كده ما شاء الله تحفه جدا. اهو شايفين، تعالوا بقى اوريكم كده من خلال المعلقه. شايفين ما شاء الله، حاجه جميله جدا 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 وطعمها حلو قوي. هندوها مع بعض وهنشوفها مع بعض دلوقتي عامله ازاي. اهو دي مكون السحلب اللي معانا، وتعالوا بقى اما اقول لكم هنعمل التزيين ازاي. اللي باقي معانا ده زي ما انتم شايفين كده
هضيفه كله على بعض وهنسيبه للتزيين بعد ما تعمل كوباية السحلب معاكي تحط عليه. شايفين ده معايا للتزيين، شايفين الجمال، شايفين السحلب معانا عامل ازاي، حاجه تحفه جدا 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 وجميل جدا. ودي حاجه التزيين ما شاء الله حاجه عظمه. تعالوا كده بقى مع بعض، احنا عملنا السحلب لازم ندوق، تعالوا مع بعض كده نعمل اجمل كوبايتين سحلب ان شاء الله هتلاقوهم زي العسل. تعالوا يلا بينا نشوف السحلب بتاعنا. طبعا السحلب ده بقى فيه نشا وفيه دي الرز وفيه حاجات بتربط، فلازم تدوبيه كده على البرد قبل ما تحطيه على النار. تعالوا كده مع بعض نشوفه عشان ما تقعدوش ايه. معانا اللبن اهو زي ما انتم شايفين، وانا هحط على اللبن ده معلقتين كبار او معلقتين ونص على حسب ما انت بتحبيه. لو انت بتحبيه تقيل ممكن تضيفي على كل كوباية، هو اللي يعني الحاجة الصحيحة بتاعته على كل كوباية اللهم صل على النبي معلقتين، بس انا بصراحة ما بحبوش تقيل قوي فايه هكتفي بس بالعدد ده. وتقلبيه كويس جدا وبعد كده تولع عليه النار وتسيبيه لحد ما، بس ما تسيبهوش يعني لحد ما يتقل كده، مجرد بس ما يقلب معايا كده بسيط تقوم مصبعه على طول. حط السكر بقى على حسب، لما تدوقيه وتلاقي ان انت محتاجه سكر زود السكر بتاعك، اكتفيتي بالسكر اللي احنا حاطينه من الاول يبقى كده خلاص تمام. على حسب ما انت بتحب السكر بتاعه. شايفين ما شاء الله، لو انتم ملاحظين كده ان هو تقيل معايا، انا بحب السمك بتاعه كده. لو انت بتحبيه تقيل كده زي البشاميل اعمليه زي ما انت عاوز. شايفين الجمال، احلى واطعم سحلب ممكن تعمليه، وكفايه ان انت عاملاه بايدك اهو. شايفين ما شاء الله، تعالوا بقى مع بعض كده نصب في الكوبايات ونحط بقى التزيين بتاعنا. ما شاء الله حاجه كده عظمه. تعالوا مع بعض بقى نصب الكوبايتين بتوعنا. بسم الله. شايفين الجمال، شايفين الطعامه. استنوا بقى ما ننزل شويه المكسرات دول، ما احنا مش هنضحي بيهم يعني. معانا بقى يا سلام، ده لازم حبة الزبيب دول. شايفين الجماعة اللي كنا مع بعض لايف في الوقت، شايفين الطعامة، شايفين الجمال، حبة سحلب بقى ايه يستاهلوا بقكم. الناس اللي طلعنا مع بعض لايف وقلنا السحلب كوبايتين سحلب ما اقولكوش عظمة. حبة التزيين بتوعنا بقى شايفين ما شاء الله، انا ما بحبوش تقيل، لو انت بتحبيه تقيل ماشي تقلي عن كده. شايفين ما شاء الله الجمال، حاجه كده تحفه جدا. يا ريت بقى تجربوها وتقولوا رايكم عليها في الكومنتات، هتعجبكم ان شاء الله واوفر بكتير من اللي بتشال. يلا نشوفكم على خير باذن الله وفيديو جديد، والى اللقاء واشوفكم على خير.